لجنه اللوجيستيك اللي هي اللجنه منبثقه عن اللجنه التحضيريه الوطنيه، عقدت اجتماعين وهيكلت نفسها بحيث تم انتخاب السكرتاريه من رئيس ونوابه ومقرر ونوابه، وتمكنت لجنه اللوجيستيك والاعداد المادي من وضع خريطه الطريق لاعداد المؤتمر منذ تاريخ انتخابها الى حين انعقاد المؤتمر 19/20/21 ماي. اللجنه حددت مجموعه ديال المحاور فيما يخص الاشتغال ديالها. هناك المحور الاول وهو المحور المتعلق باعداد التقارير، يعني طبع التقارير وتحضير التقارير. هذا عمل بطبيعه الحال مرتبط بانهاء اشغال لجنه التوجيه ولجنه التقرير التنظيمي. اللجنه كذلك حددت واحد خطه فيما يخص العمليه ديال التواصل، سواء التواصل الداخلي مع كتاب الاقاليم ومع الجهات ومع الفروع، او التواصل الخارجي مع الراي العام الوطني عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق كذلك الجوانب المتعلقه بالسمعي البصري. فيما يخص اشغال المؤتمر كذلك اللجنه وضعت واحد التصور. المؤتمر كما تعلموا غادي ينعقد في فضاء بوزنيقه طيله 3 ايام، فاللجنه وضعت تصور فيما يخص تنظيم هذا الفضاء، يعني استقبال المؤتمرين، اقامه المؤتمرين، اشغال اللجان، عملية ديال التصويت وكيفية كذلك إجراء التصويت، لا بالنسبة للكاتب الأول ولا بالنسبة لباقي الأجهزة. كذلك اللجنة وضعت تصور فيما يخص القاعة الكبرى اللي غادي تضم تقريبا حوالي 1500 مؤتمر، بالإضافة للضيوف، سواء الضيوف على المستوى الوطني أو الضيوف على المستوى الخارجي، وتم توجيه الدعوات الوفود الخارجية اللي تنأملوا أن الحضور غادي يكون حضور مكثف، حضور نوعي وحضور كذلك كمي. كذلك اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل الاختلالات وكل نقائص اللي بطبيعة الحال طبعات المؤتمرات السابقة، باش تحاول في هذا المؤتمر هذا أنها تجنبها وتخلق واحد الشروط اللي هي شروط ملائمة لإنجاح مؤتمر من حجم مؤتمر للاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية.